الشبهة الأولى لهؤلاء أنهم يقولون مثلا أن من أقر بتوحيد الربوبية وأنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله وأن محمدا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فليس بمشرك، فليس بمشرك، وهذه رد عليها الشيخ. الشبهة الثانية يقول أن الآيات التي في الشرك نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، ورد عليها الشيخ أيضا. الشبهة الثالثة يقول أن طلب الشفاعة منهم أي من الأولياء والصالحين ليس بشرك، يقول أن الله أثبت الشفاعة، وهذه رد عليها الشيخ. الشبهة الرابعة يقولون أن نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم ويقرون بأن هذا عبادة وأن المشركين الأولين هكذا كانت عبادتهم، فينفون أن هذا عبادة، ينفون أن هذا عبادة، ما يفعلونه عند القبور والصالحين والأضرحة أنه عبادة ولا يعرفون ما هي العبادة. الشبهة الخامسة يقول أنه من ينكر طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين فهو منكر لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنتقص للأولياء. الشبهة السادسة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه، ما دام أنه أعطي الشفاعة نطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة السابعة يقول أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. والشبهة الثامنة يقولون أن الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. الشبهة التاسعة يقولون أنهم أو إنكم تكفرون المسلمين، تجعلوننا مثل المشركين الأولين ونحن نقر بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق بالبعث ونصلي ونصوم وكذا، وهذه رد عليه الشيخ. الشبهة العاشرة يقولون أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، واستدلوا أيضا بأحاديث. الشبهة الحادية عشر يقولون أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة، ورد عليها الشيخ وبين ما هي الاستغاثة التي تجوز والاستغاثة التي لا تجوز. الشبهة الأخيرة الثانية عشر يقول أن استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات والغائبين ليس شركا بدليل أن جبريل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جبريل عرض على إبراهيم، وهذا يقول يدل على أنها ليست بشرك. هذه باختصار الشبهات التي سيذكرها الشيخ في هذا الكتاب، وكما ذكرنا موضوع الكتاب إنما هي شبهات لمن ينتسب إلى العلم في عصر الشيخ وقابلوه بهذه الشبهات.